احنا في منطقة بارطلة مقابل مجمع طيبة التابع لقرية خزنة تبة. احنا حاليا شفناك يعني متوجه لوين رايح؟ رايح لبيتي، صار لي سنتين وتقريبا 4 أشهر طالع من البيت، تقريبا قعدت بيه تقريبا 9 أشهر. من كملت البيت 9 أشهر، يعني شقى سنين وتعب وهذا لما كملته 9 أشهر قعدت بيه وجو الدواعش وطلعنا. تشيلي ليلة طلعتوا بيه شلون؟ طلعنا قبل دخول الدواعش بليلة واحدة. طلعنا بس بسيارتنا وملابسنا بدون ما ناخذ اي شيء، وهسه ترى راح ارجع اول مره وادخل بيتي واشوف ايش بيش ما بيه. خلي رابطه يلا. المنطقه يوم ردنا نطلع من المنطقه بدا انه يبثون الاشاعات انه الدواعش جايين هاليوم وجايين باكر وديروا بالكم وعلى اساس يجون وما يجون، وقالوا احتمال بعد العيد مباشرة يجون، وفعلا هم بعد العيد تقريبا بأسبوع أو 10 أيام جوا دخلوا مناطق سهلنا إلى وين. وإحنا ستجي شفت المدفعية موجودين والقوات الأمنية موجودين بداخل البيت، خلي أفوت للبيت وأشوف. لا لا ايش ان شاء الله ان شاء الله دمعة فرح. البيت ان شاء الله ما بي شيء يعني ما متاكد. لا البيت الظاهر يعني ما بي شيء مضروب على اطلاقه بس. شعورك وانت حاليا؟ والله شعور ما ينوصف. بعد سنتين اول مره راح ادخل واشوف البيت ايش بيه، لان بنيانات تعب واريد اشوف لسه حاليا ايش بيه. شو تقول لاهلك؟ والله اقول للاهلي انه البيت راح ادخل فيها ساعته وراح يصورون جماعه وتشوفون البيت. طبعا هذا البيت شفتوه مساحته تقريبا مساحه زراعيه 4000 متر دونم ونص، ومساحه البناء 250 متر. راح هسه تشوفون البيت، وهذا بعد سنتين أول مرة دفوت بالبيت حتى نفوت ونشوف البيت. سلام. البيت قاعدين به القوات الأمنية. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا بيت. هذا بيتين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذا البيت شوفوا ساعته، هذا أول مرة أدخل به. بعد سنتين وشهرين تقريبا شوفوا البيت. هذا غرفة المعيشة، وهذا اللي دخلت به أول مرة، المطبخ والطعام، وهذا الاستقبال. السلام عليكم. لا إن شاء الله ما بيش. لا لا ما بيش إن شاء الله. وفوت الهول الكبير، هذا الهول، وهي غرف النوم. بس هم اعتيادي، هذا طبيعة الدواعش يسرقون كل ما موجود، ما يخلون شيء، كل شيء مسروق. هذا غرفة البنات وهذا كان غرفة الأولاد وهاي غرفتي. والبيت كان مؤثر؟ البيت كان مؤثر بالكامل، يعني البيت مؤثر بالكامل، وشفت بس ما باقي به شيء. شوف حاليا شو مسويين بالغرض. هذا غرفة النوم، هاي تشوف غرض بيتك. غرض بيتي غرفة النوم. شوفوا واقعة، شوف هذا اللي يسوون به. هاي شنط الأطفال، هو هذا شنط المدارس ولاتات، وباقي بس غرفة النوم. هاي كتب مال أطفالك. هاي المجلات الكتب. هاي شنطة هاي شنطة مال الدورات، لأن أنا مهندس. مهندس هاي مال الدورات. ذكرياتك بالغرفة؟ ذكريات والله ذكريات جدا جميلة وما تنسي، يعني تعرف انت المكان اللي تعيش به راح ينطبع بدماغك دائما وما تنساها.
ويكون عندك ذكريات بكل مكان وبكل زاوية وبكل مكان قاعد تبيه ونلت بيه والأطفال حواليك. وبالوقت الحالي الحمد لله والشكر على ما موجود واللي شفناه. شو تقول لهذا التنظيم؟ والله التنظيم إجرامي يجرف كل ما أمامه. يعني شفتوا أنتم سرقوا أحلام الطفولة، سرقوا تعب الناس، دمروا بيوت الناس، يعني بدون أي جدوى، هم عقيدتهم عقيدة فاسدة، وهذا دينهم وهذا مذهبهم الجديد. أنت حاليا مهجر يعني؟ مهجر ساكن في أربيل. ما شفتنا نفاق الحمد لله وشكرا. الغرار خير من الله الحمد لله تعوده. هذا برا طلع جوا. ضمه ضمه ضمه.